ايه رايك في حكايه مدربين حراس المرمى الاجانب دلوقتي موجودين في الدوري المصري، اهلي، منتخب مصر؟ طبعا هي طبعا بقى الموضوع بقى زياده طبعا دلوقتي بالنسبه للانديه. كان الاول طبعا المدير الفني بيجي لوحده، بعد كده بدا يجي معاه احمال، بدا يجي معاه تحليل، مساعدين، بدا بقى القصه بقت ايه يعني، ده اكتر من بقى تغذيه وحراس مرمى بيجوا خمسه كمان، يعني بيوصل العدد خمسه يعني. هو طبعا مفيش شك ان اي مدير فني بيبقى حابب انه الجهاز اللي معاه بيريحوه وبيشتغلوا معاه ومطمن لهم وحاسس ان هم يعني خلاص. ده طبيعي في الكوره في اي مكان. حتى انا سافرت السودان مع كابتن حسام البدري. ما سافرتش في الجزائر ليه؟ الراجل هناك في مدرب حراس مرمى متمسكوا بيه ومكمل معاهم. يعني كابتن حسام اتكلم معاه؟ طبعا اتكلم معاه. بص كابتن حسام يعني العلاقه بينه وبينه اكبر من يعني الحمد لله رب العالمين. كابتن حسام اخويا الاخ اكبر ليا، له فضل عليا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا لما جيت النادي الاهلي كان هو طبعا موجود في النادي الاهلي، فعلاقتي مع كابتن حسام انا مكلمه قبل ما يسافر الجزائر بيوم واحد بالليل، كنت بتكلم معاه وقال لي انا مسافر بكره، اقعد يومين ورجع، ولما رجع كان بينا برضو اتصال من يومين. فعلاقتي بكابتن حسام اكبر من ان انا اشتغل معاه في محطه او محطتين او كده، ما شاء الله علاقتي بيه يعني بقى لها فتره كبيره، وله فضل عليا زي ما قلت لحضرتك واشتغلت معاه فتره كبيره. صحيح. فمش كل المحطات ممكن يبقى الظروف تسمح ان احنا انا موجود مع كابتن حسام، بدليل ان انا ما اشتغلتش معاه لما كان في المنتخب. صحيح. المره دي برضو ليه ما كنتش انا في المنتخب؟ برضو كان وقتها الظروف حكمت ان كابتن ايمن طاهر يبقى موجود. الظروف حكمت؟ هو كابتن حسام اللي حكم ولا حاجه؟ الظروف ما قلت الظروف، ما قلتش كابتن حسام، قلت لك الظروف حكمت ان كابتن حسام يبقى. بس كابتن حسام كان عايزك وقتها. كان عايزك طبعا، كان عايزك في المنتخب طبعا. يعني بس زي ما اقول لك، بص يعني هي في النهايه سواء وقتها كان بيتقال انه كابتن حسام هو اللي اختار الجهاز الفني بالكامل يعني، وماله ماشي مفيش مشكله. ما انا بقول لك يعني هي كابتن حسام زي ما قلت لك، انا ممكن يبقى مع كابتن حسام بيستريح لي، بس مش معنى كده ان لو مطارق مش موجود يبقى انا همشي. هي مش كده يا كابتن. وانا اقول لك على حاجه، طب انا اشتغلت رحت المقصه طبعا، ما كانش معايا كابتن حسام، ما كانش موجود. رحت البنك الاهلي مع كابتن محمد يوسف، وبعد كده رحت مع كابتن شوقي غريب، كنت في منتخب مصر المنتخب الاولمبي. صحيح. وبعدين كنت اخر حاجه كنت في الجونه مع كابتن تامر مصطفى. فعايز اقول ايه يعني، الحب موجود والاحترام موجود وكل حاجه حلوه موجوده، لان في مدرب انا ما فيش مدرب اشتغلت معاه كابتن كريم وما كانتش العلاقه بينه وبينه كويسه. عزيز. الحمد لله رب العالمين يعني. طبعا. وطبعا كابتن كل المدربين والله عشان ما انساش حد يعني. فالعلاقه بينه وبين كابتن حسام اكبر من ان انا يعني، وممكن ممكن ابقى معاه يعني بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثه، وارد يعني. يعني نشوف.